يسعد مساكم مشاهدينا ومساء كل اللي انضموا لنا الان في جده هذا الصباح. الان وصلنا يعني نبغى نقول لكم على مشكله ونعطيكم حلولها. في ناس دائما تشتكي من النحافه، مهما اكلوا مهما ايش سووا في حياتهم ممكن يخلصون. مدوا ربكم يا مدوا ربكم. بس يا احمد لا، في نحافه مؤذيه بصراحه، يعني اشكالهم يكونون مره يعني تاثر على ثقتهم في نفسهم، يعني تحس كذا يعني ما في، يكونون مره نحاف لدرجه مره قويه فتاثر عليهم. اليوم راح نتكلم عن مشكله النحافه وقله الوزن، كيف ممكن انه هذا الشخص يكتسب وزن ويزيد وزنه ويكون يعني شويه كذا معتدل. مع كابتن ومدرب الرياضه الكابتن احمد كتبي. ويسعد مساك يا كابتن. يسعد مساكم، اهلا وسهلا فيكم. حياك الله. اول شيء مين هذا اللي عنده نحافه زايده؟ أي واحد؟ طبعا هذا الشخص اللي عنده يكون نحافة زايدة يا بتكون بترجع لأسباب وراثية أو بتكون قلة في الكتلة العضلية بجسمه. حلو. فهذا بحتاج له برنامج رياضي معين وبرنامج غذائي معين بحيث أنه يوصل للجسم المثالي اللي هو يطمح له. حلو. أسأل سؤال الآن. أنا مرة شفت واحدة وقلت لها سوي رياضة، قلت لي انه هي عملت وما جاب معاها نتيجه، رياضه وغذاء، هل في ناس فعلا ممكن ما تجيب معاهم نتيجه؟ لا تجيب، ضروري انه تجيب معاها نتيجه، بس يمكن كان في شيء في نظامها كان غلط. حلو. فتحتاج انه تعدل في نظامها، تراجع نظامها الغذائي، انه الغذاء هو شيء ضروري، وتراجع نظامها الرياضي. حلو. طيب احنا دائما نعرف انه الرياضه تنقص الوزن. ايه اكيد. ما سمعنا رياضه. انت جاي كذا تقلب الايه كذا بعشيه. والله الفتره الاخيره احنا عرفنا ان الرياضه كل الناس بيدخل الرياضه عشان ينزل وزنهم، والفتره الاخيره تطورنا اكثر وعرفنا انه بالرياضه نقدر كمان انه نزيد الوزن. كيف؟ نزيد الوزن بالوزن الفتره الاخيره. نبغى تفاصيل اكثر يعني. نبغى نفهمهم كيف الموضوع، لانه الحين قاعد يسالون انفسهم. الفتره الاخيره اغلب الناس صاروا بيجوا بيشتكوا من النحافه الزايده، ما بيقدروا يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي عن طريق او يبغى يلبس ويبغى يخرج ويبغى يكون في عنده زياده في الكتله العضليه. فانا كمدرب من وجهه نظري كيف نزيد الكتله العضليه بجسمه بطريقه صحيحه بحيث انه يوصل للجسم المثالي اللي يطمح له. حلو. طيب هذه بيكون عن طريق برامج رياضيه وبرامج البرامج الرياضيه. ايش الخطوات اللي تسويها مع شخص جالك نحيف؟ يعني قول لنا، بتطلب منه كذا، بتسوي له كذا في البدايه؟ اول شيء نقيس وزنه ويكون له نسبه معينه، نشوف ايش الوزن المثالي اللي هو يبغى يوصل له. بعد هذا نبدا معاه في البرنامج الغذائي خطوه خطوه. البرنامج الغذائي بنحاول نركز له على البروتين وعلى الالياف وعلى الاشياء اللي ممكن تزيد المستوى اللي هو الكتله العضليه في الجسم. ثاني شيء بنبدا نركز له حبه حبه على اللي هو الستيب باي ستيب على النظام الرياضي. النظام الرياضي بيكون الناس اللي بيزيد وزنهم بنركز لهم على تمارين البادي بيلدينج. تمارين البادي بيلدينج اللي هي رفع الاثقال، بس ايش، بس تختلف من شخص لاخر بحيث انه ايش يزيد، شخص يزيد بسرعه، شخص يزيد شوي. طبعا هذه بترجع التغذية اللي مطلوبة يعني في الجسم. يعني ممكن يلعب اللي عنده نحافة زائدة ممكن يلعب كمال أجسام؟ أو طبعا ممكن يلعب كمال أجسام ويقدر يوصل نتائج جدا رائعة. كمان اتطورنا أكثر الفترة الأخيرة، صار عندنا سابلمنت اللي هو أو اللي هي المكملات الغذائية. مكملات غذائية مو هرمونات. أوكي. نحط تحت خط أحمر هذه هو كلمة هرمونات. فالمكملات الغذائية صارت تعطي نتيجة برضو أسرع وتعطي مفعول كويس للجسم بحيث إنه يوصل للشيء المطلوب منه إن شاء الله. حلو. متى نقدر نقول انه في نتيجه راح تبان عليه؟ يعني قديش حياخذ وقت يشتغل على نفسه في التمارين والغذاء عشان تبان عليه نتيجه؟ والله تختلف من انسان لانسان، ما لها نتيجه معينه. يعني تقريبا والله ما لها، يختلف انها تختلف في الغدد هي من انسان لانسان على حسب استجابه الجسم، وبرضه في النهايه بترجع على مدى ايش؟ انضباط المتدرب في معانا في الجيم وفي النظام الغذائي. في عادات يومية توصون النحفاء بها مع الرياضة يعني غير الرياضة؟ والله شو، احنا كرياضيين ماشيين على قاعدة رياضية اللي هو مثلث القوة اللي هو الغذاء والراحة والأكل. إذا قدرت إنك توثق بين هذه كلها وتزبطها هتقدر توصل للنتيجة اللي أنت مطلوب منك. حلو. طيب أنا الآن أحد جاء وعنده نحافة يعني زايدة، توصونه ياخذ مكملات ولا الاول تبداون معاه بالنظام؟ لا، اول شيء نبدا معاه بنظام غذائي، اول شيء نبدا معاه برياضه، وبعدين شوي شوي نبدا ندخل له السابلمنت اللي هو يحتاجه على حسب السابلمنت اللي هو يحتاجه. طبعا السابلمنت بحر، انواع كثيره وشركات كثيره، بس كل بس لازم يعني ياخذ مكملات؟ لا مو شرط، اذا انه اعتمد على نظام غذائي كويس واذا انه قدر انه يوفر 6 أو 7 وجبات في اليوم وعنده الوقت يقدر انه يستغني عن المكملات الغذائيه. حلو. يعني يفرق سبب النحافة معاكم؟ تسألوا عن السبب؟ يعني في ناس عندهم نحافة بسبب السكر مثلا الله يرفع عنهم، في ناس لا فقر الدم، في يفرق معاكم السبب؟ طبعا يفرق معنا السبب. يعني مثلا زي الناس زي ما تفضلت، الناس اللي عندهم فقر دم
بتكون تمارين الكارديو او تمارين بشكل بسيط ليهم لانه هذا ممكن يسبب لهم ضغط زياده في الدم ويسبب لهم دوخه ودوخه لهم تعامل خاص. ونفس الشيء مرضى السكري يكون برضه ليهم تعامل خاص. فبالبدايه قبل انا بعمل له بلان بساله هل انت بتواجه اي مشاكل صحيه كسكري قلبك من هذا القبيل كهذا الامراض. حلو عافاك الله ان شاء الله كلكم امين يا رب. كابتن احمد طيب الان احد عنده نحافه شديده وزايده وجاء بدا معاكم صار يلعب رياضه في النادي او بناء عضلات يرجع ياكل اكل عادي ولا يعني انا اشوف انه انا ما راح امتن خليني اكل اكل يعني بروتين ودهون ونشويات غذا يعني عارف. هو الفتره الاخيره في معتقد خاطئ انه الانسان اللي يبغى يزيد وزنه يبدا انه ياكل يعني يقول له كل اي شيء وكل فاست فود وكل ما ادري. طبعا هذا الشيء حتفرق طبعا حتفرق انه كده انت حتزيدي عن طريق فات. واحنا كناس رياضيين او مدربين بننصح انه يزيد عن طريق كتله عضليه. حلو. طبعا الكتله العضليه يكون لها اكل معين ويكون لها نظام غذائي معين يعني غير عن النظام اللي هو الان. جميل. يفرق شيء برضو في البلان نقول او توصياتكم من السيده للشاب يعني يفرق بين البنت والولد؟ طبعا يفرق. ايش اللي هو اللي يفرق؟ طبعا السيده يكون لها نظام معين وتمارين معينه لكن الولد بنحاول قد ما نقدر نركز على تمارين البادي بيلدينج زي ما قلت اول بحال هي رفع الاثقال. طبعا السيدات يكون لهم نظام ثاني رياضي ثاني غير عن هذا. ايش ممكن يكون في نظامهم الرياضي؟ نظامهم الرياضي بنحاول قد ما نقدر نركز لهم على التمارين اللي هي الاوبتيكال اللي هي التمارين الهوائيه وبرضه بتكون على الاوزان. انه السيده بتحاول قد ما تقدر توصل لوزن مثالي بس مو عن طريق عضل ويكون جسمها مثالي. فلو ركزنا لها في تمارين البادي بيلدينج او تمارين رفع الاثقال حتوصل لكتله عضليه عاليه يعني. فبنحاول قد ما نقدر ما نوصل للكتله العضليه عاليه. يدعي عليك زوجها. جسم متناسق. حيدعي عليك زوجها. حيدعي عليه صح. طيب احمد نبغى نصائح دحين اكيد في ناس يشوفونه بيعانون من النحافه واكيد في عكسهم تماما لكن اللي يعانون من النحافه ايش ممكن نعطيهم نصائح نقول ابداوا اليوم من البيت وبعدين عاد نشوف. طبعا نبدا اول شيء طبعا هذه النصائح اهم شيء هو 70% من لعبه كمال الاجسام انه يوصل للوزن المثالي اللي هو في الاكل. يحاول قد ما يقدر يركز على النظام الغذائي. ثاني شيء يركز على راحه الجسم. الراحه ضروريه. ثالث شيء يبدا يعني خطوه الألف ميل تبتدي بخطوه، يبدا ستيب باي ستيب. ما يكون انا مستعجل انا بوصل للمرحله اللي هذا. هو ان شاء الله على مدى انضباطيتك في النادي وعلى مدى استمراريتك ان شاء الله راح توصل لكل النتائج المطلوبه منك وانت تريد الوصول ليها. حلو يعطيك العافيه كابتن احمد كتبي مدرب رياضه. شكرا لوجودك معنا في جده هذا الصباح. اهلا وسهلا يعطيك العافيه. احنا لسه مكملين معاكم مشاهدينا لكن راح نطلع الفاصل القصير ونرجع.